وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا من نيودلهي الزميل محمد عبد الله موفد التلفزيون المصري. بعد التحية محمد. نعم. بعد التحية محمد، يعني انقل لنا المستجدات اليوم، شاهدنا العديد من اللقاءات وأيضا الاحتفال، انقل لنا هذه التفاصيل والمستجدات لديك. يعني لآخر الساعات الأخيرة لزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الممتدة إلى نيودلهي، والسيد الرئيس يجري لقاءات. منذ قليل استقبل السيد الرئيس هنا في مقر إقامته بنيودلهي نائب رئيس الجمهورية بالهند، وكان لقاء هام للغاية، ناقش خلاله عدد من القضايا المهمة المرتبطة بالعلاقات السياسية والاقتصادية ما بين مصر والهند. إذن نظرة شاملة إلى السيارة حتى قبل أن تنتهي الزيارة بشكل كبير هنا في نيودلهي وينهي الرئيس زيارته إلى هنا، يمكن أن ننظر إلى الزيارة بشكل أوسع، أن هذه الدعوة التي جاءت من الهند تليها دعوة أخرى هامة لمصر لحضور قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في شهر سبتمبر المقبل هنا في نيودلهي، ومصر مدعوة أيضا لحضور هذه القمة، بالإضافة إلى هذه الدعوة التي لبها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور يوم الجمهورية في الهند. هذه ليست مجرد دعوة ولا لقاء بروتوكولي، ولكنها محطة فارقة تاريخية مثلما يشير المراقبون هنا في الهند في العلاقات المصرية الهندية. هذه الزيارة بنت على الزيارتين التي قام بهما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015 و2016، ومن ثم هذه الزيارة أخذت العلاقات إلى مستوى أرحب من العلاقات ما بين مصر والهند. نقطة هامة أخرى، أن ما يمثله يوم الجمهورية لدى جموع الشعب الهندي يعكس أهمية كبيرة سواء لرجل الشارع الهندي أو على مستوى القيادة السياسية في الهند، فهو عيد من ضمن ثلاثة أعياد تحتفل بهم الهند: عيد الاستقلال عن التاج البريطاني في 1947، وعيد ميلاد المهاتا غاندي، والعيد الثالث هو عيد الجمهورية. إذن هو عيد هام للغاية، مناسبة هامة للغاية لدى الجانب الهندي على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي. وحينما يتم دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الأمر ويكون الضيف الوحيد الشرفي الرئيسي لهذه الاحتفالية، فيها لها دلالة كبيرة، خاصة أنه في الاحتفال السابق تم دعوة 11 رئيس جمهورية لحضور الاحتفال بيوم الجمهورية. هذا على الشق السياسي، كان هناك حضور يمثل تقدما وتفهما كبيرا وإحراصا كبيرا على فيما يتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، كان رمزيته بمشاركة فرقة من القوات المسلحة المصرية في الاحتفالات وسيرها في الميدان في وسط الاحتفالات في بداية الاحتفالات، وهي تعزف وتجدو بالنشيد الوطني المصري، ومن ثم هذه أيضا دلالة أخرى على ملف آخر يشهد تعاونا كثيفا وسوف يشهد أيضا دفعا كبيرا من خلال زيارة السيد الرئيس إلى نيودلهي، وهو التعاون العسكري والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب ما بين الجانبين. هناك ملف آخر تم التشديد عليه والتركيز عليه خلال هذه الزيارة أيضا يلقن العلاقة إلى مرحلة جديدة من العلاقات ما بين البلدين، وهو ملف السياحة. بعد هناك أن رغبة من مصر والهند بتسيير رحلات إلى من مختلف عدد من الولايات الهندية برحلات مباشرة إلى مصر والعكس، ومن ثم هذا الأمر سينمي حركة السياحة المصرية من جانب الهندي، والذي ينظر بالتأكيد إلى مصر بأنها بلد متنوعة سياحيا ثقافيا وشاطئيا وما إلى ذلك. هناك ملف آخر خاص بالعلاقات الاقتصادية، ويعكس مدى اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدفع العلاقات الاقتصادية قدما إلى الأمام ما بين الجانبين، وهو استقبال سيادته بالأمس هنا في مقر الإقامة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الهنود، وهذه بتشير إلى أن القيادة السياسية تقف وتستمع وتسعى إلى دعم هذا الملف مباشرة من خلال دعم رجال الأعمال الهنود الذين يرغبون بشدة
جادة في الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية في مصر. هناك ملف أكثر أهمية أيضا وهو ملف التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هناك تقدم حاصل لدى الهند في هذا الملف، ومصر تريد أن تستفيد من هذا التقدم ومن التعاون الهندي المصري فيما يتعلق بهذا المجال، بأن يتم توطين عدد من الشركات الهندية وتكون هذه مصدر الانطلاقة في عدد من الدول الأفريقية والدول العربية، ويكون مصدر هذه الشركات هو مصر. هذا الأمر سيكون له مميزات فيما يتعلق بمجال الاتصالات كبيرة جدا للجانب المصري وأيضا للجانب الهندي. ويبقى الإشارة في هذا الملف هو التعاون في مجال الأمن السبراني وأمن المعلومات، وهذا ملف هام للغاية للتعاون كلا البلدين فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ومكافحة الجماعات المتطرفة. إذن ما يحدث الآن في الهند نقل العلاقات المصرية الهندية لأول مرة على تاريخ العلاقات الممتدة، علاقات الصداقة الممتدة ما بين البلدين، والتي تشهد مرور 75 عاما على تدشين علاقات الصداقة ما بين البلدين. لأول مرة يشهد هذه اللحظة الفارقة التاريخية التي نقلت العلاقة ما بين البلدين إلى المستوى الاستراتيجي، وما ستتبعه هذه الخطوة من خطوات على الأرض لدى الجانبين عزيمة كبيرة جدا على المستوى الرسمي وعلى مستوى رجال الأعمال من الجانب الهندي لدعم هذه العلاقات على الأرض خلال الفترة القادمة إن شاء الله. بالفعل هي زيارة هامة جدا في تاريخ العلاقات المصرية الهندية. جزيل الشكر لك محمد عبد الله موفد، التلفزيون المصري من نيودلهي.